هل يوجد حديث في أفضلية شهر رجب؟ نعم يوجد، لكنه ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ثبت في رجب أنه من الأشهر الحرم، أنه من الأشهر الحرم، لكن لم يثبت في فضله يعني حديث معين، والعلم عند الله جل وعلا.